السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا اليوم وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كان رجل دخل بستان أحد المسلمين وكان معاه جمل، وقعد الجمل يأكل من هذا البستان. فصاحب البستان أجا ولقي جمل وصاحبه قاعدين في بستانهم بدون إذن، فقال صاحب البستان لصاحب الجمل: أخرج من البستان وخذ جملك واطلع برا البستان. فقال صاحب الجمل: خلي الجمل حتى يأكل، بعد ما يخلص بطلع أنا وياه. فقال له صاحب البستان: أخرج، وضرب الجمل. فقام صاحب الجمل لصاحب البستان وقال له: لا تضرب الجمل يا أحمق. فقال له صاحب البستان: دخلت بستاني بدون إذن وخليت جملك يأكل من بستاني وبتسبني كمان فوقيها. فتعاركوا التنين مع بعض، فأجى صاحب الجمل فحمل حجر وضرب صاحب البستان، فصاحب البستان مات، فحمل حاله صاحب الجمل وهرب برا البستان. ولكن أولاد صاحب البستان شافوا الزلم اللي قتل أبوهم، فلحقوه مسكوه وأخذوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقالوا له: هذا الرجل قتل أبينا. فقال له سيدنا عمر: أنت قتلت أبوهم؟ فقال له: نعم يا أمير المؤمنين، قتلت ولكن بغير قصد. فقال أمير المؤمنين: القصاص، إما تقتل وإما يأخذ أولاد هذا المقتول الدية، وبيقبلوا في الدية وبتذهب إلى بيتك وإلى أهلك. فأبناء المقتول قالوا: نريد القصاص بل الدم، ما بدنا نعفو ولا بنقبل بالدية. فقال أمير المؤمنين: إذن القصاص. فقال صاحب الجمل لأمير المؤمنين: اعطيني فرصة لبكرة قبل غروب الشمس، عندي زوجي وأولاد بدي أروح أأمنهم، بكرة قبل غروب الشمس برجع للقصاص. فقال له أمير المؤمنين: فمن يكفلك؟ فنادى في الناس: مين بيكفل هذا الرجل حتى يرجع بكرة قبل غياب الشمس؟ ما حدا كفله لأنه ما حدا بيعرف هذا الرجل. فقال أمير المؤمنين: إذن القصاص. فإذا بصوت بيخرج من بين الناس بقول: أنا أكفله يا أمير المؤمنين. فكان صاحب هذا الصوت هو أبو ذر الغفاري. فقال له عمر: هل بتعرف هذا الرجل؟ قال له: لا. قال له: كيف بتكفله؟ قال: إنه أخي في الإسلام. فتعاهد الرجل لأبو ذر، عاهده بأنه يرجع باليوم التالي قبل غروب الشمس، وذهب الرجل حتى يرجع تاني يوم. فقال عمر لأبو ذر: بتعرف إذا ما رجع سأقيم القصاص وأقتلك. فقال له: يا أمير المؤمنين، إذن القصاص إذا ما عاد. وتاني يوم اجتمع الناس وجاء أمير المؤمنين وأبو ذر وأهل المقتول وقعدوا يستنوا، واقتربت غياب الشمس وما أجى الرجل. فصاروا يسألوا أبو ذر: كيف بتكفلوا أنت واحد أنت ما بتعرفه؟ وأصبحوا يلوموا أبو ذر إلى أن اقترب غياب الشمس وقال سيدنا عمر: إذن القصاص من أبو ذر. وعندما وقف سيدنا أبو ذر للقصاص وإذا بصوت واحد جاي بسرعة وقال: توقف يا أمير المؤمنين، ها قد عدت. فتفاجأ الناس كيف رجع إلى الموت. فقال له عمر: كيف رجعت إلى الموت مع أنك أنت رحت مش راح نقدر ولا راح نجيبك ولا بنعرف وين أنت؟ فقال: خفت أن يقال بأنه بين الناس انتهى العهد وأنا عهدت أمام الله بأني أرجع. وسأل أمير المؤمنين أبو ذر: كيف أنت بتكفله أنت ما بتعرفه؟ قال: خفت أن يقال انتهى الخير بين المسلمين. وإذ بأبناء المقتول بقولوا لسيدنا عمر: نحن عفونا عنه. فتفاجأ عمر وقال له: كيف بتعفوا عنه مع انكم اول ما كنتوا بكم تعفوا عنه؟ فقالوا: خوفا من ان يقال بان العفو انتهى بين الناس.